حفلنا الكريم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات انطلق الشوط التاسع وهو خاص بالزمول المحليات. مسافتنا 6 كيلومترات هنا في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، حيث من يتواجد هناك ضغط. أول حذر علي بن محمد بن علي بشرارة على مقدمة الشوط على المركز الأول. المركز الثاني هناك كفو مصبح بن سيف بن عوض الكتبي على المركز الثاني، ونقلتنا إلى ثالث المراكز حيث يتواجد هنا حشيم سعادة مصبح بسعيد بالعجيد على ثالث المراكز، ورابع المراكز هناك الحزر علي بن محمد بن علي بشرارة. المركز الخامس هنا الدخول، هنا التحرك اللي واصل شاهين سيف بن سلطان بن سيف الكتبي على المركز الخامس. والمركز السادس حفلنا الكريم وصل هملول سيف بن مبارك بن سيف بن قويس على المركز السادس. والمركز السابع حفلنا الكريم هنا التدخل، هنا رعد عبد الله بن جعفر بن مرخان ايضا متواجد على سابع المراكز. والمركز الثامن هناك الوصول من نبراس حمدان بن عبيد بن خلفان على المركز الثامن في هذه اللحظات. والمركز التاسع، المركز التاسع هنا الوصول، هنا قاصد صالح بن سالم بن مهير المنصوري على المركز التاسع. أيها الحفل الكريم، هنا العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، حيث أرى هنا شعار هنا على المركز الأول الحذر علي بن محمد بن علي بشرارة على مقدمة الشوط على المركز الأول. المركز الثاني على المركز في هذه اللحظات على المركز الأول ضغط محمد بن سويدان بن حميد الخاطري على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. المركز الثاني هناك الوصول، هناك كفو على المركز الثاني مصبح بن سيف بن عوض على المركز الثاني. والمركز الثالث هناك الدخول وهناك التحركات على المركز الثالث، هناك اللي واصل شعار بشرارة اللي هو الحذر على المركز الثالث في هذه اللحظات. ما شاء الله، الحذر لعلي بن محمد بن علي بشرارة على ثالث المراكز، رابع المراكز. المركز الرابع هناك الوصول، هناك التدخل في هذه اللحظات على المركز الرابع.
شاهين لسيف بن سلطان بن سيف بن غويس على المركز الرابع والمركز الخامس. حفلنا الكريم وصل هنا شاهين سيف بن سلطان بن سيف الخاصوني على المركز الخامس والمركز السادس. المركز السادس هناك من وصل رعد عبد الله بن جعفر بن مرخان على المركز السادس. وسابع المراكز هناك نبراس حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود على المركز السابع. والمركز الثامن هناك ايضا لسعادة مصبح بسعيد بالعجيد على سابع المراكز. حفلنا الكريم نعود هنا إلى مقدمة الشوط ونعود إلى ضغط ومن يتحرك في هذه اللحظات ويضغط على الجميع. على المركز الأول محمد بن سويدان بن عبيد الخاطري على المركز الأول بشعاره المتميز دائما. المركز الثاني ونحن نغادر لوحة الكيلومترين عند المنعطف الأخير واتجاهنا اتجاه صحيح صوب المنصة الرئيسية. بانت المنصة هناك وبان الحزام الأخضر. وصل هنا على المركز الثاني وصل هنا كفو لمصبح بن سيف بن عوض الخاصوني على المركز الثاني. هناك أهالي حمدة يطالبونك هناك يا أبو سيف يطالبون بالناموس. المركز الثالث هناك اللي واصل زي سيف بن سلطان بن غويس اللي هو شاهين أو هملول على المركز الثالث. ونحن نغادر لوحة الكيلو ونصف الكيلو. وأيضا اللي قادم بشرارة هنا شعار بشرارة على ظهر الحذر علي بن محمد بن علي بشرارة على المركز الرابع في هذه اللحظات. ويبيل مراقبة ويتحرك من موقع لآخر. ولكن هناك العودة هناك شعار الخاطري. شعار الخاطري هو من يسيطر على مجريات هذا الشوط. 1200 متر 1200 متر هي من تصلنا عن خط النهاية. وهذا شعار الخاطري على ظهر ضغط يضغط الجميع. ودخلنا الكيلو الأخير الكيلو الخطير. هنا الضغوطات وهنا التحركات وهنا الأوامر. ما شاء الله أرى هنا هملول من تحرك. ودير بالك هناك يا الخاطر. وصل بن غويس يطالب بناموس هذا الشوط. أيضا أهالي طوي السمان يرحبون بسلامات هملول. ولكن ضغط هملول في اللحظات الأخيرة. ضغط هنا من يضغط على الجميع. هنا شعار الخاطري ولكن هملول
هملول أيضا من يتحرك في هذه اللحظات، هملول بن قويس ما شاء الله، مشكور يا أبو سلطان، مشكور مشكور يا أبو سلطان على هذه التحركات وعلى هذه الأوامر، أشكرك ما شاء الله. هذا هملول وتعود الملكية لأبو سلطان. سيف بن سلطان بن قويس على مقدمة شوط، سلام توسهم سلام، وسعد الله صباحكم بكل خير، تهانينا والناموس لراعي هملول سيف السلطان بن غويس على فوز هملول بالمركز الأول، تهانينا والناموس. وهذه لحظات وصول هملول المركز الثاني، وصل هناك الحزر المركز الثاني، وصل ضغط محمد بن سويدان بن عبيد بن حميد الخاطري، والمركز الثالث وصل الحذر علي محمد بن علي بن شرارة. أعود وأهني راعي هملول سيف بن مبارك بن سيف بن غويس على فوز هملول بالمركز الأول، تهانينا والناموس. أيضا أذكركم بتوقيت هملول 10 دقائق 6 ثواني 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.